عشاق الرياضة، برنامجكم اليومي جديد سبور ميكس على راديو مسك. رجعنا من جديد في سبور ميكس، نكملوا نحكيوا على الشامبيونز ليغ الأوروبية. اليوم تبدأ البطولة بشكلها جديد، مقابلات كبيرة في اليوم، مش كبيرة برشا لمحال، بخلاف مقابلة واحدة يمكن بين ميلان وليفربول. بقيت المقابلات سبورتينغ لشبونة مع ليل، ريال مدريد مع شتوتغارت، البايرن مع دينامو زغرب، يونغ بويز السويسري أستون فيلا، اليوفي مع بي اس في ايندهوفن. نبدا مع مروان. المره هذه نسلك على مقابله القمه بين ميلان وليفربول. مروان، اكيد سلام. اليوم الفرجه الناس كل عينيها على الماتش هذا، حاجه تفاجئنا بها. يظهر لي بري مع الشامبيونز ليغ هذوما ال 35 ايكيب، يظهر لي جوكروا ولا قداش طريقة جديدة الحقيقة. يظهر لي ذي الرأي أنا تعطي شانس أكثر لكيبات، ما نحبش نقول صغار، يظهر لي كل جمعة بشراو فرق كبيرة تلعب ما يتبقى الحاجة البيئة كونه فماشا ليه روتور بالبوانيات هذية. ما اليوم العيني الكل كما قلت لك على ميلان ليفربول، ممكن حاجة مش بيئة في ليفربول لخسارة نوتينغهام اللي في الشامبيونا اليوم مع ميلان، يظل يبنى وجه آخر ليفربول. إن شاء الله راه فرجة باهية ومتعة، ما تعرف مباريات هذوما فيهم أهداف فيهم المتعة. إن شاء الله كما قلت لك راه كورة مزيانة. سيدي راسلك، شكون يحب يعرف؟ والله أنا نحب نعلق على النظام الجديد. تو الرجل يحكي على شامبيونز ليغ والصالحي مش موافقه. لا لا أنا ما فهمتش مش عاجبك المرة، مش عاجبك في حاجة. لا مش معناتها مش موافقه، أنا نحكي على النظام الجديد نتاع الشامبيون نتاع هذه الشامبيونز ليغ. صراحة نحاو في النكهة نتاع الفوتبول أون جينيرال. تلقى كوب دي مود مثلا 32 منتخب، تلقى كاس افريقيا زاد كيف تلقى تشامبيونز ليغ. انا النظام القديم كان نظام ممتع، شوفي شوفي ماتش ود حتى ايش بدينا معناتها حتى الفوتبول وليت فيها برشا شعبوي. هو ذا يتعمل باش نشوفوا اكثر مقابلات كبيره. صحيح لكن المتعة من الفوتبول كل جمعه دراما ماتش كبير. خلي الناس تحكر كيف بعضها حديد في حديد، شنو تجيب لي 30 فريق ولا 40 فريق بس مش نوع معناتها بس الناس كلها تشارك. لكن كان حيت الشهر من الفوتبول وحتى كاس العالم وحتى النظام معقد معقد. انا شخصيا مانيش فاهم ايه زاد احمد اسمعني احمد انت على حساب كلامك اكيد زاد إيه. كل عام بشراو السيتي في الفينال، ريال في الفينال، هما ضارين ليكيبات ديما مثلا اليوم شو ماتش تعطي اكثر شانس ليكيبات فهمت خاطر السنه كل عام هاي ريال هاي ليفربول هاي برشا شعب ضارين معناتها مش ضارين. خلينا نتمتعوا خويا بالفوتبول، خلينا الكبار يتصارعوا مع بعضهم. تو احمد انت مشيت للمتعه ما مشيتش. انا نقرا كنهار تقرير، تعرف النظام الجديد هذا اش باش يدخل الاتحاد الاوروبي؟ تعرف قداش سلعانه الفوتبول ولا سلعه؟ معناها شفت هو تعمل مختار فوا 2.5 الفلوس اللي كانت باش تدخل. هو تعمل باش يضرب خاصه الدوري السوبر الاوروبي. صحيح. باهي سيدي راسلك على جمعيتك انت. عندي اقتراح. انا قبل جمعيتك باهي شنو؟ عندي اقتراح وباش نطلع لسويسرا هي الفيفا، باش نطلع باش نفوتي باش نحي انفونتين ومش نقول لي احمد صالحي بريزيدون تاع الفيفا. ولا تنسى حتى في الفيفا شعبوية مش شعبوية، فيفا شعبوية. انت تحب انت تحب انت تحب تنحينا المتعة نتاع الفوتبول. اخي المتعة نتاع الفوتبول ميلان ليفربول شوفها هي وبعد اليوم وغدوة الانتر والسيتي. نظام سيء، نظام جديد، نظام سيء، ما فيه حتى متعة يا صالحين. وانت باش نبداو واضحين، راهو اليوفا عطى اليوفا مش الفيفا معناتها الاتحاد الاوروبي مش الفيفا. الناس لك على جمعيتك بطل اوروبا سيريفا، الفريق تعرفه مليح لعبت فيه قبل ريال مدريد. ريال مدريد مش بدا مع شتوتغارت بس وانت رانيتني في ريال مدريد. ريال مدريد سي ان جران كلوب كي فافوري في الكوب هذه معروفه، داير اكثر فريق اللي خذاها الكوب دوروب. بالله سيريفا سؤال، قد لعبت من الماتش في ريال؟ لعبت 106.9. الريال برشا غيابات سيريفا في الماتش. بيلينغهام نجم يلعب نجم لا، رضع من ضربه. ريال مدريد سامحني، ريال مدريد لو بروفيسيوناليزم هو صحيح، ما ثماش ملاعبي غايب وملاعبي ما يلعبش، ما ثماش الحكايه هذه، ما تدخلش في مخ انشيلوتي. حاضر يا زازي مش ممتع زاد الريال السنه. الله غالب ما تفرش فيها. ما تتفرش اوكي تفرجي برشلونة. مختار اليوفي وبايرن مقابلات مش صعيبه برشا باش تدخلوا بيهم. اليوفي مع ايندهوفن، بايرن تواجه دينامو زغرب، داخلين واحده واحده الجمعيات هذو.
أنا قلت لك توا كيما السيد الصالحي عنده شويه معناها ماتشات ما تنجم انا توا نتفرج فيهم. تعرف اليوم علاش نحب نتفرج باكثر؟ باش ننسى تيران قفص صدقني. نحب الرال المتعه نتاع تيرانات حتى في اسيا ترى في تيرانات في السعوديه وكذا والرال تعاسه نتاع تيران قفصه في بطولتنا كان قفصه الكل. لا 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 مريتش اتعس مريتش اتعس يخزمش بسونس لا 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 ما احترامي لا لا ما احترامي لا لا لا, لا تيران قفصه مالك فاسه وهما يعرفوا اللي تيراهم بالطريقه هذيك راهي قفصه ما عندها وين باش توصل. بالعكس مش اسوء مرات لا لا مش اسوء اسوء برشا مريتوش لا لازمك تشوف ورا لازمك تشوف ماتر اللي شيء يخوف وقت اللي نشوفوا الانديه التونسيه اللي تمثل تونس في سواء في الكاف ولا في الشامبيونز ليج مترشحين ان سول تيران ان سول تيران رادس رادس نخافوا لنوليوش كيما الفريق الصومالي اللي يلعب ضد الترجي نوليو نلعبوا اليو روتور في البلدان الاخرى وليس في تونس. هاو ربحوا فيه ثلاثه كيبات هاو مبروك علينا. انا خايف على تيران خايف تيران رادس لا يمشي. وين مش نلعبوا العام جاي يا 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 دوله نلعبوا في المنزه يا دوله فيقوا فيقوا رانا ماشيين راهي وفما مشكله ماهوش معقول مستير تلعب في تونس ستونيزيان تلعب في تونس لتوال تلعب في تونس لتوال كوب دافريك عم ناول تشاركوا تلعب في المنزه معقوله هذه تونس راهو يا ماتر تونس شيء اسف واضح سيدي. فاش تفرج اليوم فاش تفرج مختار انت؟ انا اليوفي انا جمعيتك اليوفي اليوفي انا ترجع على السنه اليوفي ولا بعيده شوي؟ ولا مازلت بعيده بعيده مازلت ولازمها برشا خدمه وكيف كيف صرفت برشا فلوس الميركاتو هذا ومانيش قادر نروح في حاجه كبيره الحقيقه. انا البيعه زاد ما نعرفش انا كي تصرف برشا فلوس وما تلقاش في التيران معناها الماتش الاخريني الحقيقه اليوفي مش موجوده وما جاتش. الحقيقه تعجبني في الجمعيه هذه اللي كونها عندها شبيهة شوية من النادي الافريقي اليوفي شبيهة كيفاش؟ ما عندها جمهورها ديما معها تطيح وتقوم هذه حرة أنا زاد هذه باش تناقش فيها صالحي. لا ما ناقشش فيها بالعكس ريال مدريد كي الترجي في تونس عندها حتى مانشستر سيتي راهو كيما ليتوال في تونس. ما وينش جمعيتك أنت؟ لا ريت اسلام تو الناس الكل تحكي احس اقوى طرح لا قلت لك شي جماعه ريال ريال ريت تو الناس الكل تحكي ميلون وليفربول وتوانسه الكل باش تتفرج في الريال انا نضمن لك علاش على مبابي ولا يحبوا كل فرجه يحبوا جوار الاسامي والكبار مش بتحكي كبير لا لا نحكي لك هي الريال تتفرج ريت تو الناس الكل خويا يقول لك اقوى طرح اليوم شكون موجود تو ميلون وليفربول الكل باش تتفرج في الريال وتشوتغارت وغدو ماتش كبير زاد ها الانتر وسيتي الانتر وسيتي طرح احكي وعلي احمد انت شنو جمعيتك؟ والله انا جمعيتي دائما ميل الجمعيه اللي يبدا فيها اسم لاعب عربي مثلا نتبعه مدرب مثلا نحسه قريب لي مثلا كنت نشجع الريال وقتها كان فيها بنزيما وفيها زيدان هاي شعبويه ولا لا تو ليفربول ليفربول هاي شعبويه ولا ليفربول خاطر فيها صلاح تو ليفربول انت شعبوي هذا ثم الانتماء ثم حاسس الانتماء انت باش دخلك انجليزي انت انتماء يا اخي يعني انت تشجع في الريال انت اسباني لعبت انا لعبت منك ما لعب هو عاد البس مريو الريال عاد احمد من حقه باش يدافع عليها ويحكي عليها من شريه يمكن بري سيدي يعطيكم الصحة بارك الله فيكم شرفتونا شكرا لك احمد الصالح على حضورك معنا ما عاد جيب معايا السيري ذا اخر مرة جيب لي الماتر كمان بن خليل اللي هو معنا هو الماتر يا ودي في الجروب معنا عاش معنا بالتليفون سيبنا يا ماتر جا ربي سيبنا يا ماتر جيب وحده في البلاتو يا في واحد يا خويا اسمع كان باش يقلقنا هكايا خلي كل يوم يجي هو وكا حسب تقديري واحترامي لزميلي جلسات اليوم الكل خسر كل مركز معنا دار فيه لا مرافع على حد ساكن الموكلين نتاعهم شكرا لك محتفظ دابوس يعطيك الصحة مروان تاج على حضورك ايضا يعطيك الصحة سيدي ذا براوي بارك الله فيك مروان اليوم مريقل ما فماش لا 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 ما حد شيء اليوم فما مريقلين جاونا ان شاء الله ان شاء الله نكمل هكا اليوم دورة مصر اليوم عنده في مصر باش يسبوه هو توتيه راهو الحلقة نتاع اليوم والرياض اللي والوجه اللي جابيه اليوم بصراحة وجه رياضي بأتم معنى الكلمة ظهري خاطرك أنت مقابله سيدي لا وبعد عليه القبنطيني والله لا لا باش تحلى راهي باش تحلى مازال سيزون باش تبدا باش تحك ركاب باش تحلى معناها مروان أكد لك قانونيا باش يقعد عام كامل في حالة صراحة تو تشوفوا واضح يعطيكم الصحة الأولاد الكل في الإخراج شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا من 11 حتى نصف نهار ونص غدوة موعدنا في نفس التوقيت انطلاقا من 11 على راديو مس كيف كيف على البث المباشر في يوتيوب على السونغ وأجمل تحيات إسلام المدب لكل عشاق الرياضة برنامجكم اليومي جديد سبور ميكس على